بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم جميعا مره تانية. معاكم دكتور محمد عفيفي، ونتكلم عن جزئيه برضو هامه جدا بتهم جميع العاملين في مجال التصميم باستخدام الحاسب الالي، وهي ازاي تفرق او تختار او تقرر اي من البرامج اللي مناسب ليك اللي تقدر تتعامل معاه. هنتخيل مع بعض ان معروض عليا في مجال عملي او في مجال الشغل بتاعنا او في مكتب تصميم انا بشتغل فيه مجموعة من البرامج الخاصة بالتصميم الجرافيكي او فرضا فصل الالوان او غيره من البرامج، والمفروض ان انا اقرر اي هذه البرامج اللي انا ابتدي ادفع فيه فلوسي استخدمه في الشغل بتاعنا. انا عايز اقرر اي البرامج ديت هيكون افضل بالنسبه لي في التعامل في مجال التصميم الخاص بعملي، واللي بيكون كمان التكلفه الماديه بتاعته مناسبه ليا وتكون ملائمه مش هتخسرني كتير، وفي نفس الوقت كمان هيكون البرنامج دوت بيديني كل الخيارات اللي انا محتاجها. طب ازاي احنا نقرر؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا برنامج هوت، وعندي برنامج تاني مثلا زي ده، وعندي برنامج زي ده، يعني عندنا مجموعه كبيره من البرامج. ازاي انا اقرر اشتغل على اي البرامج ديت او هشتري برنامج من دول؟ طبعا انا ما بتكلمش عن التدريبات اللي احنا بنعملها على اي نسخة كده ممكن تكون مجانية او ما الى ذلك، لكن احنا لما بنشتغل طبعا كبروفيشنال في مجال العمل احنا بنحتاج نشتري برنامج خاص بالشغل بتاعنا عشان يكون مفهوش اي مشاكل، ولا بيقفل ويفتح من نفسه، ولا معرفش بيضيع الحاجات الشغل اللي انا عملته ما بيحفظوش، ولا كل شوية يطلع لي ايرور، ولا يطلع لي رسالة تحذيرية. المشاكل اللي احنا بنشوفها كلها مع البرامج المجانية او البرامج اللي بتبقى غير مرخصة مش ده اللي انا بتكلم عليه، لكن انا بتكلم لما اكون بشتغل كبروفيشنال بقى موجود في مجال عملي. انا دلوقتي بنشئ او بكون مكتب جديد للتصميم، محتاج في مكتب التصميم ده اجهزة كمبيوتر، محتاج كمان مجموعة من البرمجيات او الابليكيشنز اللي انا بستعملها في مجال تخصصي. الابليكيشنز دي كتيرة ومتنوعة، هقرر اي من البرامج ديت هشتريه وهدفع فيه فلوسي. عندي بعض المعايير اللي ممكن تساعدني في ازاي اقرر او احدد ان البرنامج ده مناسب او البرنامج ده غير مناسب. طبعا ده بعيدا عن التكلفة المادية، لان التكلفة المادية دي بقى موضوع تاني خالص. فاذا تشابهت كل البرامج اللي معروضة عليا في الامكانيات وفي الخصائص الفنية وفي الجودة وفي التسهيل وسهولة العمل وسهولة التفاعل معاها، فيبقى المعيار اللي هيكون عندي اللي فاضل ما بين البرامج دي اكيد هيكون هو التكلفة المادية. لكن انا بتكلم دلوقتي على الفنيات اللي لازم تكون موجودة في البرامج او الابليكيشنز الخاصة بالتصميم وفصل الالوان اللي احنا بنستعملها في مجال طباعة المنسوجات وفي مجالات الاخرى. فاول خاصية تكون متوفرة في البرنامج اللي انا بصدد ان انا استعين بيه او اشتريه، لازم يكون عندي واجهة البرنامج ده مريحة لعين المصمم اللي هيشتغل عليه. احنا عارفين ان احنا في مجال التصميم بنقعد قدام البرامج دي لفترات طويلة، ممكن مع الوقت انا ابتدي اتعب من زحمة موجودة قدامي في الشكل العام اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا دوت هيكون بيسبب لي متاعب والام في الرأس، ممكن يعمل لي صداع، ممكن يسبب لي الام في العين نفسها وفي النظر. فطبعا انا لازم اراعي جدا موضوع واجهة البرنامج والالوان اللي موجودة قدامي. عشان كده احنا يعني زي ما بنشوف كده، ادي بالنسبة لي مثلا واجهة برنامج الفوتوشوب، نبتدي نشوف هل واجهة البرنامج اللي قدامنا دي مريحة ليا، العناصر منسقة، مفيش زحمة، مفيش عدم ترتيب، مفيش، لا كل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا مرتبة موجودة في اماكن محددة، معروف كل حاجة اروح لها الاقيها فين. كمان اقدر بكل سهولة ويسر اني اغير كمان في اسلوب العرض اللي موجود عندي. لو رحت هنا عند البريفرنسز، وفي عندي هنا في البريفرنسز دي انترفيس، ففي الانترفيس هنا انا كمان اللون ده نفسه ممكن اغمقه شوية بتاع الانترفيس نفسها، ممكن افتحه شوية، ممكن افتحه اكتر. شوف ايه اللي مريح بالنسبة لحضرتك ولعينك وتقدر تتعامل معاه. دي طبعا ميزة مش بتلاقيها في كل البرامج. ممكن لما افتح الالستريتور وبرضه نفس الموضوع كده، لو بحثت عن بريفرنسز وخش عند الجنرال كده، نبتدي نشوف هل انا عندي هنا اني اغير الانترفيس بتاعتي. ادي يوزر انترفيس اهي، ممكن انا كمان اغير درجة اللون اهي، درجة العرض نفسها. ممكن كمان ابتدي بالسلايدر ده تعمل كمان درجات بينية ما بين اللي هو مدهم لك تغير فيهم. يبقى كمان عندي امكانية هنا في الالستريتور ان انا اعمل نفس الموضوع. طيب برضو عندي هنا كده انا اقدر استخدم اكتر من مساحة عمل. هنرجع بس نخلي ديت كده على الاسينشالز اللي هو الاساسي او العرض الاساسي بتاعنا.
طيب نشوف برنامج تاني زي برنامج الجيم الموجود قدامنا ده. برضو انا هنا الموضوع اختلف شوية، حاسس ان الترتيب شوية هنا ضيق عليا المساحة اللي اشتغل فيها، في حاجات هنا معروضة كتير، هل ممكن نقفل الحاجات دي ونفتحها؟ هو ده برضو اللي المفروض احنا نعرفه. فانا برضو من ايديت ممكن اروح على بريفرنسز كده واشوف في البريفرنسز اللي موجودة عندي اذا كان عندي تبويب اسمه انترفيس. في الانترفيس دي فيه كمان اكتر من سيمز موجودة عندي او موضوعات، ممكن انا اغير اللون زي ما احنا شايفين هو بتاع الخلفية، وكمان ممكن اتعامل مع الايقونات. الايقونات اللي موجودة عندي ممكن اخليها تبقى ملونة بالطريقة دي، ممكن تبقى عبارة عن سيمبولز بس، يعني شوية رموز. في طبعا متغيرات متعددة ممكن انا اغيرها، طبعا في كمان هنا بعض الخيارات ممكن ازود حجم الايكونز اللي موجودة عندي او اقللها. الخيارات دي كلها تعتبر مميزات في البرنامج بتساعدني اهيئ واجهة البرنامج بالشكل اللي مريح بالنسبة لي، واللي يساعدني على اني افضل بستخدم البرنامج لفترات اطول بدون ما اتأثر صحيا او جسديا بالعمل لفترات طويلة على البرنامج. يبقى دي فكرة اول نقطة او اول حاجة انا لازم اراعيها. طبعا احتمال بقى انت حضرتك يعني تفتح برنامج تاني، اي برنامج مثلا لو فتحنا هنا كده لان رمزيتا ده، فانا شايف انه مفهوش خيارات كتير او مفهوش خيارات تساعدني في اني اغير في واجهة البرنامج دي، هي واجهة واحدة. طبعا دوت قد يكون لسبب ان البرنامج دوت انا بتعامل معاه في فصل الالوان فقط، مش بتعامل معاه في التصميم، فهو يمكن عاملينه لفصل الالوان اكتر منه للتصميم. طبعا ده ما ينفيش ان احنا ممكن نستخدمه في التصميم، لكن زي ما قلت لحضراتكم هو برنامج اكثر تخصصا في مجال فصل الالوان، وقد يكون انت بس بتعمل الفينيشنج على التصميم بتاعك او العمليات النهائية بس اللي هي قبل الطباعة اللي هي البري برينتنج بروسيسز اللي احنا بنطبقها على التصميم عشان نوصله لمرحلة الطباعة. هنا طبعا شايفين برضو الموضوع الى حد ما مرتب وكل حاجة، لكن زي ما قلت لحضراتكم انا ما اقدرش اغير هنا في الاضاءة او اغير في الالوان او اغير في احجام الايكونز اللي موجودة او الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها مع البرامج الاخرى زي الاستريتور والجيم والفوتوشوب وغيره من البرامج. وزي ما قلت لحضراتكم برضو يرجع في الاخير للمصمم، هو هيقرر انه واحد في دولة اللي بيتعامل معاه. طبعا انا ما بقارنش دلوقتي ما بين الاستريتور والفوتوشوب والرمزيتا والجيم وما الى ذلك، لا، لان الرمزيتا بستخدمه في فصل الالوان، الجيم والفوتوشوب بيتعامل في تحرير الصور، والاستريتور انا بستخدمه في بناء الاشكال او الرسوم، وبالتالي كل حاجة من دولت ليها استخدام مختلف وانا محتاجهم طبعا كلهم. اللي انا بتكلم عنه اذا كنت مثلا انا بصدد شراء برنامج لفصل الالوان وعندي اكتر من برنامج بقيم اي واحد فيهم اللي اصلح لي، او عندي مثلا اكتر من برنامج لمعالجة الصور وبقيم اي واحد فيهم اللي اصلح لي او اللي هيكون بالنسبة لي مناسب اكتر، او برضو لو كان عندي اكتر من برنامج لرسم الصور والاشكال وبرضو عايز اقرر اي واحد فيهم الافضل بالنسبة لي. تاني نقطة احنا لازم ندور عليها هي ان هل البرنامج دوت بيديني امكانية لتخصيص مساحة العمل؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الفوتوشوب دوت ممكن يشتغل عليه اكتر من شخص او اكتر من مصمم، هل كل مصمم يقدر يخصص مساحة العمل بتاعته بالطريقة اللي هو حبيبها او بالكيفية اللي هو حبيبها؟ طب هنا بقى عندي في الالستريتور عندي هنا في ورك سبيسز، وممكن مثلا لو في فوتوغرافر بيشتغل عليه يقدر يديني الاوبشن بتاع الفوتوغرافر، لو في مثلا بعمل عليه بينتنج فيقدر يديني ايه اوبشنز وخيارات وبانلز خاصه بالبينتنج، ولو في مثلا موشن حد يشتغل عليه حركه او موشن او فيديو يقدر برضه يغير واجهه البرنامج بالطريقه اللي هو عايزها، اضافه الى انه كمان ممكن حتى المصمم انه ينوع مثلا يغير اماكن البانلز اللي موجوده عنده كده، مثلا يغير ترتيبهم يجمعهم مع بعض يحاول ينسق الشكل بطريقه معينه. كل الحاجات دي بيدهاني مثلا فوتوشوب لو انا قدرت اعمل نيو ورك سبيس من هنا، وكنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده لما شرحنا الفوتوشوب، فممكن انا مثلا اخلي فيه عندي ورك سبيس بالكيفيه دي، وكمان يسجل عندي الكي بورد شورت كاتس بتاعتي والمنيوز اللي موجوده عندي واعمل سيف، خلاص دي اتسيفت. لو رحنا بعد كده في اي وقت وجي مصمم اخر غيري يقدر يروح على الاسينشالز مثلا عشان يرجع البرنامج لوضعه الطبيعي، او انه يروح مثلا على حاجه تانية زي الموشن، او انا لما اجي فيما بعد ابتدي الاقي الام ام اللي انا حفظته دوت ارجعه تاني عشان انا بشتغل او بحب واجهه البرنامج في العمل تكون بالكيفيه اللي احنا شايفينها دي.
يبقى في هنا امكانيه انه يخصص لي واجهه البرنامج. برضو الالستريتور في امكانيه انه يخصص لي واجهه البرنامج بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه، مع كليك ودراج لبعض البانلز وسحبها لاماكن مختلفه، والعمل على تغيير المساحات اللي موجوده عندي وتحويرها بطريقه اللي انا عايزها. مفيش اي مشكله، انا اقدر برضو ايه اتعامل مع البرنامج بنفس الكيفيه. هل الجيم بيقدر يعمل كده؟ الجيم طبعا التعامل معاه زي ما احنا شايفين يعني يبدو صعب شويه، لكنه برضو ممكن يغير عندي اماكن البانلز اللي موجوده عندنا. لكن هل يقدر يحفظ ورك سبيسز لكل شخص؟ هو ده بقى السؤال. زي ما قلت لكم لو ما يقدرش يبقى الحديث هنا عن ان في افضليه للبرامج الاخرى في انها تقدر تخصص لي مساحه عمل لكل مصمم يقدر يتعامل معاه. برضه نفس الكلام على الرمزيتا، هل الرمزيتا اصلا عنده اي نوع من انواع مساحات العمل؟ اعتقد برضه لو مش موجود عنده وانا بقارنه ببرنامج تاني في فصل الالوان وبرضه فيه الامكانيه دي هيكون البرنامج التاني افضل، او لو الرمزيتا عنده الامكانيه دي هيكون الرمزيتا افضل من البرنامج الاخر في انه يقدر يخصص لي مساحه عمل لكل مصمم على حده ويقدر يغير فيها وقت ما انا احب. ثالث نقطة عندنا، لازم يكون بيتوفر في البرنامج دوت نوع من الملفات، تخصيص نوع من الملفات. يعني أنا لما أجي أفتح ملف جديد، يكون فيه إعدادات خاصة بيا أنا بتعامل معاها كتير. يعني مثلا أنا بعمل نيو فايل، ولما هاجي أعمل النيو فايل دوت مثلا على الفوتوشوب ويقدر يديني مثلا إعدادات معينة. يعني أنا لو أخدت مثلا هنا نشوف وحدة قياس مثلا بالسنتيمتر، وخليت دي مثلا 9، وهنا خليت الهايت بتاعتي 5، وهنا خليت الريزوليوشن 300، وقلت ان التخصيص بتاع دوت هيبقى مثلا بيزنس كارد. فلاقي عندي هنا في سيف بريسيت، والسيف بريسيت دي ممكن اسميه هنا بيزنس كارد مثلا، يبقى والله دي انا هخصصها عندي، هتفضل موجوده عندي باسم بيزنس كارد. لو عملت اوكي نقدر فيما بعد هنلاقي هنا في بي كارد او البيزنس كارد، لما اروح اجيبها بسرعه يقدر يعدلها لي. فدايما انا لو قدرت اعمل كده يبقى انا اقدر اعمل ايه، اقدر اخصص ملفات واعدادات خاصه بملفات اللي انا غالبا بشتغل عليها او بستعملها كتير قوي في مجال تخصصي. فلو كنت مثلا بشتغل على ملايه وليكن مثلا 240 سنتي في 64.1 مثلا سنتيمتر، والريزوليوشن مثلا بتاعي 256، وهنا الكالر مود بتاعتي وليكن سي ام واي كي، والخلفيه بتاعتي بيضاء، اقدر اعمل هنا سيف بريسيت واقول له هنا مثلا دي بيت وليكن مثلا كفر، فانا بسميها اي اسم واحط اوكي. خلاص انا دايما لما هاجي اعمل تصميم للملايه انا مش هحتاج ادخل كل البيانات دي، لكن هدور على ايه؟ على بيت كفر اللي انا حفظتها عشان يستدعيها مباشره، واقول له اوكي عشان يبتدي يفتح لي الملف اللي احنا بنتكلم عليه الخاص بتصميم الملايات او تصميم الكروت او تصميم البروشورز او غيرها من التصميمات اللي احنا بنتعامل معاها كتير. هل بقى الامكانيه دي موجوده في البرامج الاخرى؟ هي موجوده في الالستريتور؟ هل هي موجوده في الجيمب لو عملنا فايل ونيو؟ هنا كده موجوده عندي ان انا اقدر احفظ بريسيت. زي ما احنا شايفين يعني الموضوع هنا اصعب، او ممكن يكون الاوبشن دوت او الخيار دوت هو ما بيوفرهوش. هنا هبتدي اقول لا والله الفوتوشوب والالستريتور بيتميزوا عن الجيم في الموضوع ده. هل برضو الرمزيتا مثلا لو انا عملت فايل وبعدين عملت نيو وبرضو ابتديت احط هنا ايه القيم بتاعتي، قيم معينة، عملت كونفيرم فخلاص اتعمل الكونفيرم، لكن اعتقد انه برضه ما يقدرش يحفظ لي البريسيتس اللي موجوده عندي بنفس الكيفيه. يبقى ده برضه معيار اخر ممكن من خلاله نقدر نحكم على البرنامج من خلاله اذا كان مناسب او قوي بيوفر الحاجه دي او ما بيوفرهاش. الحاجه اللي بعد كده، اثناء استخدامي للبرنامج ومع زياده معدل الاداء وحركات ايدي، وانا كمصمم انا بشتغل مع الخبره بتاعتي الكبيره اللي بتتكون مع مرور الوقت، بيبتدي يكون عندي احساس اكتر بالبرنامج واحساس اكتر بالاوبشن بتاعي، وخلاص ايدي خدت على الشورت كاتس وخدت على التعامل مع الماوس وازاي ترسم وتستخدم الادوات وما الى ذلك. هل بقى البرنامج ده بيستجيب معاك بنفس سرعه ادائك ولا بيكون ابطا منك؟ بمعنى ان البرنامج لو انا بديله امر معين بينفذه بنفس السرعه اللي انا بشتغل بيها، ولا بينتظر بقى يعني ايه
ياخد وقت كبير قوي على ما يبتدي يعالج الملف. ده طبعا بيرجع لعدة عوامل، ان ممكن يكون حجم الملف نفسه كبير، البرنامج نفسه تقيل، احتمال كمان يكون ليه علاقة بالهاردوير بتاع الكمبيوتر. هل بقى هو بيبتدي يتعامل مع الهاردوير ده بسلاسة كده وبسهولة، ولا بتبقى فيها مشكلة؟ طبعا احنا عارفين ان البرامج اللي موجودة عندنا كلها بتاخد مساحة كبيرة جدا من المساحات التخزين اللي موجودة عندي، كمان بتستهلك كتير قوي من قدرات كارت الشاشة اللي موجودة على الكمبيوتر، وكمان الرامات او الذاكرة المؤقتة اللي موجودة عندي. ليه؟ لان برضو كتير جدا من البرامج دي بتكون بتشتغل على اكتر من حاجة وفيها اوبشن كتير قوي. احيانا بقى في الوضع دوت لو عندي برنامج متخصص زي الرامزيتا كده يكون بيشتغل على حاجة واحدة بس، فاكيد البرنامج ده اخف، اكيد البرنامج ده كمان ما بيستهلكش كتير من الرامات، ما بيستهلكش كتير من الذاكرة اللي موجودة عندي، هيبقى استجابته طبعا اسرع بكتير جدا من البرنامج اللي فيه اوبشن كتير وفيه شوشرة كتير. حتى ابسط الاشياء ان برنامج الرمزات احنا دايما بنشتغل في فصل الالوان بالنسبة لبعض المنسوجات على عدد محدود من الالوان، وبالتالي هو هيبقى بيتعامل معها اسهل من لو كنت هتعامل معها على الفوتوشوب مثلا، بيتعامل مع ملايين الالوان، وكذلك الالستريتور وغيرها من البرامج زي الجيم وغيره. يبقى لازم يكون معيار برضو مهم جدا بالنسبة لي، البرنامج بيقدر يلحقني في العمل ولا لا، يعني بيجاريني في سرعتي وانا بشتغل كمصمم وعرض افكار سريعة بالنسبة لي بيعرضها، ولا بيبتدي يبطئني ويخليني انتظره على ما يبتدي يعمل ريندر ويبتدي يعمل معالجة. دي طبعا بتبقى مشكلة كبيرة في البرامج اللي احنا بنتكلم عليها. النقطة اللي بعد كده، لازم يكون في البرنامج ده عدد كبير جدا من الادوات. طبعا مش المقصود ان يكون موجود عدد كبير جدا من الادوات اللي ملهاش لازمة او اللي ملهاش داعي او اللي انا مش بستعملها، لا، المقصود هنا ان يكون بيوفر كتير جدا من الادوات المختلفة والمتنوعة اللي هي بيها انا ايه مبقاش محتاج اني اروح على برنامج تاني عشان استخدم فيه اداة مختلفة، مثلا هناك بتكون افضل من هنا او هنا بتكون افضل من هناك وهكذا. فكل ما زادت عدد الادوات دي كل ما تعادتني في اجراء عمليات اكتر من التعديل والتلقيح للتصميمات بتاعتي. فهنا عندي طبعا مجموعات كبيرة من الادوات، كمان كل اداة موجود تحتها مجموعة من الادوات الفرعية في الفوتوشوب، كذلك برضو فين في الالستريتور برضو هنلاقي فيه ادوات وتحتها مجموعة من الادوات الفرعية. لما نروح على الجيم نفس الموضوع، برضو عندي ادي اداة وتحتها برضو مجموعات من الادوات الفرعية. طيب لما اروح على الرمزيتا هلاقي برضو في مجموعة ادوات، لكن الادوات طبعا زي ما قلت لحضراتكم هنا عددها اقل، محدودة اكتر، لان هي مسؤولة عن وظائف محددة ودقيقة، ملهاش خيارات اكتر انا اقدر استعملها. انا كل المطلوب مني هنا هو اعادة رسم مجموعة من الاشكال من خلال بعض الادوات البسيطة زي الادوات اللي بترسم الستاندرد شيبز، وكمان بعض الادوات اللي ليها علاقة بالخطوط والمنحنيات وما الى ذلك، وتعبئة الالوان والتكست البسيط في اضيق الحدود بنستخدمه. عندي هنا عادات الاي دي المفروض ان هي بتكتب تكست، لكنها محدودة جدا في الامكانيات بالمقارنة طبعا ببرنامج زي الفوتوشوب او الالستريتور او اكتر منهم كمان، هما الاثنين الانديزاين اللي المفروض هو اساسا معالج للنصوص ومسؤول عن النشر الصحفي والمكتب. يبقى دي كمان خاصية برضو لازم نراعيها ونشوف هل هي موجودة عندنا ولا لا. اروح بعد كده برضو المعيار اللي بعد كده، لازم البرنامج دوت يكون مديني خيارات متنوعة ومتعددة خاصة بكل أداة، يعني الأدوات دي كمان ليها خيارات. يعني لو رحت عند الإلستريتور مثلا شوف أداة مثلا زي دي، لما اختارها ابتدي الاقي عندي في هنا شريط كامل للأوبشن أو للخيارات اللي موجودة. اختار أداة تانية بتتغير الأوبشن، بيتغير بتغير الأداة اللي موجودة عندي. طبعا كل أداة من دولت لما أغيرها أبتدي أحصل على خيارات أخرى، ليها خيارات متنوعة ومتعددة خاصة بالأداة اللي احنا بنستخدمها. لما أرسم كده أهو تبتدي الخيارات تشتغل عندي وتتغير طبعا لما رسم. طبعا لما نروح كمان على الفوتوشوب هنجد إن لما أخد الأداة دي هلاقي الأوبشن بيتغير، أخد الأداة دي هلاقي الأوبشن كمان بيتغير، أخد الأداة دي، يبقى كل أداة موجودة عندي ليها أوبشن وليها خيارات متنوعة ومتعددة، ودي طبعا بتساعدني في تحرير وتعديل الصور والرسوم. نفس الموضوع الجيمب، لما نختار أداة مثلا زي كده هنبتدي نشوف هل ليها أوبشن، نشيل بس دوت أرجعه تاني زي ما كان. أدي أوبشن موجود عندي تبع الأداة بيتغير زي ما احنا شايفين كده، كل ما تختار أداة هيبتدي يديلك أوبشن مختلف أو خيارات مختلفة
للأداة ديت عشان تسهل عليك التعامل معاها وتبتدي تحرر وتعدل في الصور بتاعتك زي ما انت عايز. برضو هنا كمان في الرمزيتا لو اخترت مثلا أداة زي دي ففي عندك دايما هنا اوبشن خاص بكل أداة من الأدوات دي، وطبعا الأدوات دي كمان في منها بعض الأيكونز اللي بتساعدني كخيارات لنفس الأدوات اللي موجودة عندنا في التفاعل والتعديل والتحوير في الصور وفي رسم العناصر داخل برنامج الرمزيتا. لما نروح بقى نشوف العنصر اللي بعد كده، هو هل البرنامج بتاعي دوت مديني مكتبات خاصة بالفرش مثلا، مديني نماذج للألوان، مديني أنماط للرسوم مثلا ممكن أستعملها، مديني مؤثرات مثلا مختلفة ومتنوعة، هل بيوفر لي مثلا حاجة زي الفلاتر أو المرشحات؟ فهنشوف مثلا هنا في الفوتوشوب والله عندي مثلا هنا ايه بالنسبة للكالرز، مثلا لو رحنا عند كالر يبتدي هنا يديني السواتشز فيها مكتبات من الالوان، طبعا ممكن نعمل نيو، ممكن كمان نبتدي نشوف ادي مكتبات كتير جدا، هي في بانتونات وفي كمان التويو، يعني زي ما قلنا كارتلات الوان كتير جدا ممكن نستعملها، ده معناه ان البرنامج بيساعدني من خلال حاجات جاهزة ممكن نستعملها. طيب كمان في هنا ستايلز اهي ممكن جاهزة برضو اطبقها على بعض الليارات، في طبعا قائمة كاملة للفلاتر وازاي انا استخدمها وهل ممكن اتعامل معاها في ابداء بعض التغييرات وبعض المؤثرات اللي هي الجاهزة اللي بتبقى موجودة على البرامج دي، كلها حاجات مهمة جدا هل موجودة في الالستريتور. بعض طبعا المكتبات موجودة هنا برضو في السواتشز كتير، وفي منها باترن وفي منها الوان سوليد وفي منها جريدينت وفي حاجات كتير، اضافة الى السيمبولز اللي موجودة عندي اللي هي الرموز، وكمان عندي الفرش بانواع مختلفة ومتنوعة زي ما هي برضو موجودة في الفوتوشوب. هنا برضو في الجيمب احتمال برضو لما انا استعمل الفرشة اجد ان عندي هنا في بانل كاملة فيها فرش مختلفة ومتنوعة وليها تأثيرات جديدة ومبتكرة، كمان في بعض التأثيرات هنا والفلاتر اللي انا ممكن اضيفها على العناصر بتاعتي او على الليارات اللي موجودة عندي. يبقى دي كلها عبارة عن ميزات انا المفروض كمصمم ابحث عنها في البرنامج اللي انا بشتغل عليه. نفس الموضوع هنا برضو في الرمزيتا، هل في هنا تأثيرات، هل في برضو نبحث عن نفس الموضوع ونقارنه مع البرامج الاخرى من برامج فصل الالوان، واذا توفرت في الامكانية دي هيكون طبعا افضل بكتير من لو ما فيهوش الامكانية اللي احنا بنتكلم عليها، لان كل الخيارات دي بتساعدني في الحصول على تأثيرات جديدة ومبتكرة على التصميمات بتاعتي. نروح على النقطة اللي بعد كده، برضو لازم البرنامج يكون بيوفر امكانية التعامل بسهولة ويسر مع الرموز زي ما احنا قلنا، سواء كانت الرموز ديت بقى رموز او رسوم توضيحية او رموز ليها علاقة باشارات المرور والاتصالات وغيره من الرموز اللي احنا بنستعملها في كتير جدا من التصميمات المتعلقة بطباعة المنسوجات وكذلك المنتجات الدعائية المختلفة اللي احنا بنتعامل معها في التصميم بالحاسب الالي. هل في امكانية كمان ان البرنامج يوفر ماسكات، يعني يبتدي يعزل؟ طبعا احنا عارفين ان الفوتوشوب بيستعمل الماسكات، كمان الاستريتور ممكن برضو اعمل فيه ماسكات والجيم كمان، برضو الرمزيتا انا ممكن ابتدي اعمل بروتكت كده لبعض الاشكال اللي مرسومة بالوان معينة على التصميم بتاعنا، كما لو كنت بعمل ماسك او بتعامل باسلوب القناع او استخدام الاقنعة في ابداء التعديل على التصميمات المختلفة. النقطة اللي بعد كده، هل البرنامج بقى قادر على انه يديني تناغم لوني ما بين العناصر المختلفة في التصميم؟ هل ممكن يطبق لي الالوان بطريقة واقعية؟ هل ممكن يكشف لي عن بعض الاخطاء في الالوان؟ هل ممكن انه يعمل لي تعديل على الكونتراست والهيو والبرايتنس، عناصر الثلاثة المحددة للالوان؟ طبعا احنا عارفين ان الفوتوشوب لما بنيجي نختار فيه لون هو يقدر طبعا يختار، وعندي اكتر من نظام لوني موجود هنا كمان، حتى بعد اختيار الالوان مع الايمج والادجستمنت في عندي خيارات كتير جدا للتعديل على الالوان، منهم الهيو والبرايتنس والكونتراست والليفلز والكفرز وغيرها من الخيارات المختلفة والمتنوعة. نفس الموضوع اكيد موجود في الالستريتور وهيكون موجود في الجيم، وبرضه موجود في الرمزيتا كبرنامج بيتعامل مع الالوان وبيهتم بفصل الالوان، يبقى اكيد فيه خيارات كتير ومتنوعه متعلقه بالتعديل والتحوير في الدرجات اللونيه،
واكتشاف الاخطاء اللونيه الموجوده في التصميم. نرجع تاني للنقطه اللي بعد كده، لازم برضو يكون البرنامج بيوفر لي نماذج من الالوان نقدر نخزنها ونقدر نسترجعها بسهوله، وبعد كده ممكن نستخدمها في تصميمات اخرى. بمعنى ان انا ممكن اخزن مثلا هنا على السواتشز دي مجموعه مثلا لونيه معينه، في عندي سيف سواتشز لو انت حابب انك تخزن سواتشز مجموعه لونيه محدده، برضو الالستريتور نفس الموضوع، وبرضو في جيم، وكمان الرمزيتا تقدر من خلاله انك تخزن الوان تصميم معين وتستعملها مع تصميمات اخرى، ممكن تكون مجموعه لونيه مثلا خاصه بالموضه مثلا في سيزون معين واحنا حابين ان احنا نخزنها، فنقدر نخزن المجموعه اللونيه ديت عشان نستعملها في اكتر من تصميم ونبتدي نشوف اي التصميمات دي الملائمه مع المجموعه اللونيه اللي احنا بنتكلم عليها. هنا كمان لازم ان يبقى في توافق في البرنامج اللي انا بشتغل عليه، تعديل واضافه وتغيير بواسطه البرامج الاخرى. يعني لو في الالستريتور احنا مثلا رسمنا الشكل دوت اهو، لو انا مسكت الشكل ده وبعدين عملت من هنا مثلا كوبي وبعدين رحت على الفوتوشوب وقلت له من هنا بيست، يبتدي هو يدخل لي دوت كسمارت اوبجكت. انا ممكن ادخل الشكل اهو دخل معايا، ممكن بنفس الطريقة كده لو ضغطت دبل كليك عليه اوكي هيبتدي يفتح لي الاصل بتاعه اللي موجود في الالستريتور، ويبتدي يديني الفرصة ان انا اعدل عليه واعمل سيف عشان ارجع افتحه تاني في الفوتوشوب والاقي التعديل تم. يبقى دي عملية من التوافق ما بين البرامج المختلفة والمتنوعة بعضها البعض. او بقى في حاجات تانية احنا ممكن نستعمل طريقة تانية لو ما كانش في توافق، ان احنا طبعا بنحفظ بامتدادات اخرى من الملفات اللي ممكن تفتح على البرامج التانية. ملف من الفوتوشوب ممكن نحفظه كتيف مثلا او جي بي جي ونقدر نفتحه على الرمزيتا ونبتدي نتعامل معاه بالتعديل والتحوير ونغير زي ما احنا عايزين. يبقى التوافق ده مهم جدا ما بين البرامج بعضها البعض. لو كان البرنامج بتاعي مش متوافق مع البرامج الاخرى والامتداد بتاعه او امتداد ملفاته ما بتفتحش مع برامج تانية، طبعا هيبقى في صعوبة كبيرة جدا في ان انا استخدمه على البرامج الاخرى او ملفاته استخدمه على البرامج الاخرى، وبالتالي هيبقى برنامج صعب التعامل معاه وصعب التعامل مع ملفاته الا لو كان البرنامج ده نفسه هو اللي بيتعامل معاه. طبعا لازم يكون في البرنامج يوفر لي امكانيات كبيرة في الطباعة وفصل الالوان وغيرها من اساليب الاخراج المتنوعة عشان اقدر احصل على المنتج بتاعي اللي انا بصدد تصميمه على اي نوع من انواع البرامج. طبعا على الفوتوشوب تقدر تلاقي عندك فايل وفي برينت، والبرينت دوت اكيد هيكون في اوبشن كتير جدا زي ما احنا شايفين. هتلاقي نفس الموضوع موجود على الالستريتور، وبرده هتلاقيه موجود في الجيمب اهو زي ما احنا شايفين. خيارات طبعا متنوعه، وطبعا لو في طابعه متصله بالكمبيوتر هيكون في اوبشن خاص بيها يظهر معايا. برضو نفس الموضوع هنا في الرمزيتا عندي برضو برينت، والمفروض ان الرمزيتا لما بيكون كامل وبيكون البرنامج بتاعي هو البرنامج الاصلي النسخه الاوريجينال بيكون مرفق معاه كمان شبه برنامج اخر كده خاص بالطباعه، بيسهل عليا كتير جدا في عمليه طباعه افلام الفصل اللوني الخاصه بطباعه المنسوجات او بفصل الالوان الخاص بالطباعه بطريقه السلك سكرين. يبقى من اللي احنا قلناه ده كله مجموعة كبيرة جدا اهي من المعايير حاولنا نتكلم عنها بسرعة الى حد ما عشان نعرف. انا دلوقتي لو عندي مكتب عايز اكون مكتب او انشئ مكتب، المكتب ده فيه مجموعة من الكمبيوترات المتعلقة بالتصميم، عندي مجموعة معروضة عليا من البرامج الخاصة بالتصميم، مجموعة اخرى خاصة بمعالجة الصور، ومجموعة اخرى خاصة بالفصل اللوني. ابتدي احدد او اقرر اي البرامج دي المناسب بالنسبة لي واللي هيكون بيساعدني اكتر من خلال المعايير ال 13 اللي احنا اتكلمنا فيهم دولت، وكمان اضيف اليهم بقى بعد ما تنتهي منهم. دي كلها معايير فنية، لكن المعيار الاقتصادي طبعا معيار مهم جدا ودايما هو اللي بيرجح كفة احد البرامج عن الاخرى في اثناء اختيارنا للبرامج دي. بكده نكون اتكلمنا عن الموضوع البسيط دوت اللي هو ازاي انت تقدر تحدد ان البرنامج اللي قدامك فعلا قوي يساعدك ولا لا، وتقدر تتعامل معاه بكل سهولة ويسر قبل ما تنخدع وتشتريه وتدفع فلوسك في حاجة مش هتستفاد منها ومش هتساعدك في مجال التصميم وفصل الألوان. وفي النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.